لا فامي. المهم كنشرب قهوه قريت لي كومونتير راح بارطاجي معكم واش هذا كومونتير بيان سيغ ما عجبنيش الحال. شحال واحد كيقول لي انت سبب عبدو ترجع للمغرب هادشي عرفتي امتى داز؟ داز عليه 5 شهور ولا ما عرفتش 6 شهور وانا ما ليا والو. انا القصه الحقيقيه ديالي مع عبدو هو انني كنت غادي نمشي نشوف يونس. انتم عارفين يونس بلي ديك البيريود صوب الوراق اقل حاجه كان خصني ندير هو نكون معاه ونفرح معاه. ناضي عبدو ويتحمس نقول لكم الصراحه تحمس ويقول لي نمشي معاك. انا قلت له لا خويا ما تمشيش لحقاش راه صيف لي فرونتيير دوز. قال لي لا انا راه ديجا مشيت للبرتغال انا راه مشيت للالمان انا راه مشيت لهولندا انا خويا غنمشي معاك الله يحفظك خليني نمشي باغي نشوف يونس. انا ديك الساعه ما عنديش الحق نقول ليه لا. قلت له واش تحمل مسؤوليتك؟ قال لي اخويا نتحمل مسؤوليتي. قلت له صافي سير اخويا تحمل مسؤوليتك. بالامانه انا كنت مقطع في الطياره باش درت لكم فيديو من المطار نهار تشد نهار السبت هو نهار الجمعه مشي في التران. دونك شدوه سيفطوا للسونتر ديال طونسيون ديال دوك الناس اللي ما عندهمش الاوراق. مشيت اخويا درت لي عليه شديت لي المحامي جريت معاه مشيت عنده كنت غادي للطاليان زغت ما غاديش للطاليان كما شفتوا نتوما حضرتوا هادشي كامل. مشيت عند يسرى ريحت معاها بقيت كنجري معاه مشيت معاه للمحكمه شديت لي المحامي ما خليت ما درت. في الاخر 3 شهور صيفطوا للمغرب. من بعد اخوتي في صيفطوا للمغرب تقاتلت معاه تي الشورت تبيع وشريات معاه ولا فرنسي بورتي تي الشورت ديالو يجري شنو كنت ندير لي انايا. وهو اخويا مزقاش هو فرحان باغي يمشي للطاليان باغي يدير فلوق باغي يدير هادي باغي يدير هادي. واش انا ولدي حقا انت سباب وانت سباب وحقا كنت كتصور في الفيديوهات. كيفاش كنت كنصور فيديوهات؟ انا اول مره تلاقيت معاه تلاقيت معاه على قبل الكوتشين على قبل البوكس حيت كانت عندي كومبا مع الحفار. من بعد هو يولي عشيري من بعد يقول لي خويا واش تبقى تطاقيني بقيت كنطاقي بدا كيتشهر بدا كيدير فيديوهات غادي مزيان. نهار هو كان غادي يمشي للمغرب انا اللي ما بغيتش نعطيه الباسبور. كيفاش انا سباب وديك النهار في كومونتير كتكتبوا لي انت سباب وانت سباب وانت سباب وكتعيروني وكتقولوا لي انت سباب واش انتم معقلكم ولا مالكم؟ واش انتم كتبغوا تمرضوا شي واحد؟ دابا شنو بغيتو شنو هو الحل؟ الحل نجيب لكم عبدو. ها هو عبدو. في العالم روابو قالوا روابو قالوا غير حطوا في اكتوبر انا اللي حكمت. وخويا عبدو شوف الالمان فرح بغيت نهار كبير الله يسهل عليه يجمع راسو يفرح ميمته يفرح والديه. شوف من النهارده شاهدوا عليها ما تسولش عليه غيبقى في الالمان غيبقى مع خويا راه ساكن في الالمان غيخدم في الالمان غيدير كل شيء في الالمان انا ما كنعرفوش. جيت غنسلم عليه ونفرح معاه ونشربوا قهيوه واش غنقول لكم ما قداني فرحة اخوتي قد بارطاجا معاكم مرضي الوالد انا عمره ما يتخص داكشي ديال الله. انا ما فهمتش تعيط ليا قال لي اخويا انا في الالمان قلت له اخويا انا جاي عندك انا جاي نفرح معاك اخويا هادشي اللي كاين دابا اخويا منك اليوم اخويا فرح معاهم وشرح لهم. شكرا بزاف الناس اللي كانوا كيسولوا فيا. سمع باش نقول لكم واحد الحاجه اخوتي انا داك الشيء اللي طرا انا اللي درتو لراسي ماشي انا اللي درتو لراسي ولكن انا اللي ديال الله مكتوب هذاك الشيء ديال الله. الناس اللي كيقولوا راه بصح راه ما كتعرفوش من وراء الكواليس شنو كاين ولكن حمد هذاك النهار راه تخاصم معايا ما سلمش عليا وطرا داك الشيء ومع العلم شد ليا محامي راه خوك وما يديرش معاك بحال هادشي راه قلنا حنا بالعاني تبغي تدخل فيه دابا قول لهم الفرحه ديالك شكر الناس اللي كانوا كيسولوا فيك الناس اللي كانوا كيسيبورتيوك الناس اللي ما حقروكش وهذوك الاخرين اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو ما غيفرطش اليوم وما غيحملوش حتى غنقول واحد ستوري تهضر عبر من حقك هادشي ملي طرا البلان واحد الدري ولد الدرب عيط له ما تقول واحد الدري ولد الدرب واقول بنادم شنو دار وصافي الكواليس اللي ما كناش كنقولوا في ستوريات في الميساجات اللي كانوا كيوصلوا عرفتي واحد شنو دار عيط على شي دراري وقول لهم ديروا لي 100 يورو لواحد. شوف كل واحد كيحصل على قد نيته وانا بغيتك تشكر لي الناس اللي كانوا كيتعاونوا اللي كانوا كيعيطوا لك اللي كانوا كيسيبورتك كيسولوك على الوالد ديالك الرجال مرضي الوالدين راه كاين الناس زوينين كيتبعونا والناس كيما كتكون كومونتير خايب كيعبر على داكشي اللي كيحس به من جهتك حيت الله ممتازك عليهم والله كيبغيك فهمتي الله كي لا بغى شي واحد كيحبب فيه الخلق ديالو بعدين كيبداو يقول لك شي كومونتير خايب غير باش حيت ما وصلوش لداكشي اللي وصلتي ليه انت ما عرفوش راه داكشي ديال الله ورضاك الوالدين. دونك اخويا عبدو اسمح لي اخوتي اسمحوا لي نتحمس هادشي في قلبي كنقول انا فرحان مع عشيري فرحان ديال الله كنشكر بزاف الناس اللي كيسيبورتيوني واخا رجعت المغرب كيقول لي اخويا عبدو كمل راك مزيان واخا كاينين شي ميساجات كيقولوا شي حوايج خايبين ولكن هذوك الناس الزوينين كيغطيو على هذوك الناس الخايبين الحمد لله والشكر ربي كبير كيقول لك عسى الله وانت راه شي امر هو خير لكم. حماده كان قال لي واحد الكلمه مساله وقت لا صافي ما كاينش داك الشيء الحمد لله ربي يسر لك
قسم لك الله الالمان، انت جيتي للالمان الحمد لله والشكر. سير اخويا ريح لك في الالمان، خدم هو ريضه مسؤول عليك دابا الله يحفظك. وانا جيت نشوفك نفرح معاك، خاصك شي عيبه نقضيها معاك الله يكبر. ومن بعد نمشي اخويا فحالي لباري وبحال انت وحشك عشيه يلا فهمت. الله يسهل عليكم انت نتوما. امين اخويا. اللي في قلبه شي حاجه الله يعطيها لي. شوف اللي بغى الغربه ولا عنده شي اوبجيكتيف وما تسمحش فيه والله انت توصل له بالله في بيديك وبرجليك. هادشي اللي كاين. والسلام عليكم، راه معنا الغاشي تهلاو.